كل 100 جرام منه بتحتوي على 3.5 ملي جرام من عنصر المنجنيز. النسبة والكمية مش كبيرة، لكن ده كده المحلول اللي نتج معايا، وده محلول سماد عضوي غني بعنصر المنجنيز. وممكن احضره من اكتر من حاجة، ممكن احضره من قشر فول السوداني، ممكن احضره من سرس الرز، ممكن احضره من حبوب فول الصويا، بتختلف فيه النسب اللي موجودة من عنصر المنجنيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح. النهاردة ان شاء الله معادنا مع العنصر الثالث من العناصر الغذائية الصغرى، هنحضر محلول سماد عضوي غني بعنصر المنجنيز. عنصر المنجنيز زي بقية العناصر الغذائية الستاشر مهم جدا بالنسبة للنبات، وما نقدرش نستغنى عنه بالنسبة للنباتات زيه زي بقية العناصر الغذائية. وعشان نعرف أهمية عنصر المنجنيز بالنسبة للنبات، نراجع الفيديو اللي هسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات، وهو فيديو العناصر الغذائية الصغرى. وعشان نعرف أعراض نقص عنصر المنجنيز اللي بتظهر على النبات، نراجع الفيديو اللي هنسيبه في البطاقات، وهو فيديو أعراض نقص العناصر الغذائية. وقبل ما نبدأ إن شاء الله في تحضير السماد العضوي اللي هنحضره النهاردة، بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب. المنجنيز من المعادن اللي بتكون موجودة بندرة في المخلفات النباتية، لكن هنتعرف مع بعض على بعض الحبوب وبعض المخلفات النباتية اللي ممكن نحضر منها سماد عضوي غني بعنصر المنجنيز. أول حاجة ممكن نحضر منها السماد بتاعنا الغني بعنصر المنجنيز هي حبوب الصويا. حبوب فول الصويا غنية بعنصر المنجنيز، كل 100 جرام من حبوب فول الصويا بتحتوي على تقريبا 4.7 ملي جرام من عنصر المنجنيز. النسبة مش كبيرة لكن مش قليلة، لأن عنصر المنجنيز زي ما قلنا من العناصر الغذائية الصغرى، النبات ما بيحتاجوش بكمية كبيرة، وبالتالي ما بيكونش موجود في النباتات بكمية كبيرة. الحاجة التانية اللي ممكن نحضر منها عنصر المنجنيز هو سرس الرز. اللي مش عارف سرس الرز، الرز لما بيتزرع ما بيبقاش بالشكل الأبيض اللي احنا عارفينه أو اللي احنا بنشوفه عليه، لا بيطلع على شكل شعير له قشرة خارجية لونها تقريبا بني فاتح او بيج. الكلام ده اللي ما يعرفش الرز بيكون شكله ايه. شعير الرز ده احنا بنوديه المضارب، بيتضرب وبيتبيض، بيطلع عبارة عن الرز الابيض اللي احنا عارفينه وبناكله، وبيطلع معاه حاجة تانية اسمها السرس، ده عبارة عن القشرة الخارجية اللي بتكون مغطية حباية الرز. فسرس الرز ده بيكون غني بعنصر المنجنيز، وكل 100 جرام من سرس الرز فيها تقريبا 5 ملي جرام من عنصر المنجنيز. الحاجة الثالثة واللي ممكن نحضر منها عنصر المنجنيز، ودي حاجة متواجدة عندي النهاردة، هي قشر فول السوداني. انا معايا قشور فول السوداني، دي اللي متبقية من حبوب فول السوداني اللي انا عملت منها محلول سماد عضوي غني بعنصر الزنك، وهسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات. اي حاجة عندي يا جماعة من المخلفات ما برمهاش، لان بيكون ليها فايدة عندي. فانا بكسر قشر فول السوداني ده، وقشر فول السوداني كل 100 جرام منه، يعني 100 جرام زي الشوية اللي موجودين قدامي دول، كل 100 جرام منه بتحتوي على 3.5 ملي جرام من عنصر المنجنيز. النسبة والكمية مش كبيرة، لكن بالنسبة لي دول شوية فول سوداني ببلاش. طبعا فول الصويا لو عندي بحضر منه، سرس الرز لو موجود عندي دلوقتي انا هحضر منه، لكن اللي موجود عندي النهاردة هو قشر فول السوداني، فبالتالي انا هستخدم الحاجة المتاحة عندي عشان احصل منها على المحلول اللي انا عايزه. بكسر فول السوداني بالشكل ده لقطع صغيرة، دي حباية فول سوداني كانت معدية مني ما طلعتش الحباية اللي جواها. فعشان نوضح، هي القشر اللي قدامي ده كله كان بالشكل ده، جواه حبوب فول سوداني بالشكل ده. انا خدت الحبوب وعملت بيها محلول الزنك اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، واتبقى معايا القشر ده اللي انا هشتغل بيه النهاردة ان شاء الله. بعد ما كسرت قشر فول السوداني بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هجيب جردل او علبة او اي نقع ممكن اشتغل فيه اقدر ان انا اغطيه كويس، وهحط فيه القشر بتاعي. طبعا انا ما عنديش حاجة صغيرة فاضية دلوقتي، فهشتغل في الجردل ده. بعد كده هجيب مية وهحط مية بنسبة 1:5،
يعني انا عندي واحد مقدار من قشر الفول السوداني احط عليهم 5 مقادير من الميه، دول بالتقريب 5 مقادير بتوعي اللي انا محتاجهم من الميه. وبعد كده هجيب كيس بالشكل ده كده وهقفل بيه الجردل او العلبه، وبعدين هجيب الغطا بتاع الجردل وهغطي كويس بالشكل ده، لازم يكون القفل محكم عشان كده بحط كيس كمان، وهسيبه لمدة 24 ساعة في مكان مظلل يتخمر معايا، وبعد كده ان شاء الله نشتغل بيه. رجعنا بعد 24 ساعة منها قشر فول السوداني في المية، زي ما قلنا لازم يكون المنقوع مكمور كويس. مكمور يعني ايه؟ يعني متغطي كويس زي ما احنا شايفين كده. بعد ما قلبته هبدأ ان انا اصفيه، قشر الفول ده ممكن اخده احطه معايا في كمرة الكمبوست النباتي اللي انا بعملها اللي انا عملتها مع حضراتكم، وهسيبها دلوقتي في البطاقات للي عايز يرجع ويشوفها بتتعمل ازاي. ده كده المحلول اللي نتج معايا، وده محلول سماد عضوي غني بعنصر المنجنيز. هبدأ ان انا اعبيه في ازايز بالشكل ده، كده انا معايا محلول سماد عضوي عالي التركيز بعنصر المنجنيز. زي ما قلنا الطريقة سهلة جدا، وممكن احضره من اكتر من حاجة، ممكن احضره من قشر فول السوداني، ممكن احضره من سرس الرز، ممكن احضره من حبوب فول الصويا. كل مكون من المكونات دي بتختلف فيه النسب اللي موجودة من عنصر المنجنيز عن المكون التاني. كل اللي عليا ان انا بحاول ان انا استخلص العنصر الغذائي من ارخص مكون اقدر احصل عليه، واحنا في الحالة بتاعتنا دي قدرنا ان احنا نحصل عليه من قشر فول السوداني. قشر فول السوداني موجود عندي طبعا، انا لو ما كانش عندي قشر فول السوداني فكنت هروح اشتري كيلو الفول السوداني النهاردة ب50 جنيه ولا ب60 جنيه. لا، في الحالة دي هيبقى معايا سرس الرز ارخص. لو انا ببيض رز في المضرب بجيب الرز بتاعي ببلاش، لو هشتريه انا هشتري تقريبا كيلو بالكتير، والكيلو مش هيعمل معايا اكتر من 5-6 جنيه. دي كانت اسهل طريقة لتحضير محلول سماد عضوي غني بعنصر المنجنيز. كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير باذن الله.